طيب التجربة التانية يا شباب في المقرر بتاعي النهاردة، في مقرر الكيمياء العامة عملي اللي هو كيم 101، اللي هو بعد ما عيننا كثافة المادة سواء كانت مادة سائلة أو صلبة، هنعين ازاي نعمل أو نقيس اللزوجة بتاعة السائل. في البداية يا شباب، فكرة التجربة بتاعتنا إن أنا لو عندي أي سائل، أي سوائل بتمشي أو بتجري وتسري من مكان مرتفع إلى آخر منخفض، سرعة سريانها بتختلف من سائل لآخر، بتختلف من سائل لآخر. طب إيه اللي بيأثر على سرعة سريان السائل؟ هناك يا شباب قوة احتكاك بين طبقات السائل بينها ما بين بعض، وهناك أيضا قوة احتكاك ما بين طبقات السائل والوعاء المحتوي على هذا السائل. فمثلا لو أنا جيت وضعت سائل في أنبوبة ضيقة، يمكن اعتبار هذا السائل مكون من عدة طبقات متداخلة زي ما احنا شايفين في الرسم بتاعتنا، وده بيوضح تحرك طبقات سائل داخل أنبوبة ضيقة. طيب هذا السائل عندما يجري ويسري في الأنبوبة الضيقة يمكن اعتباره محتوي على عدة طبقات. طبعا ده يا شباب اللي هو جدار السائل معايا، دي طبقات السائل اهو، ده الطبقات بتاعت السائل دي خلاص. أكثرها سرعة الأسطوانات الوسطى اللي في النص، اللي في النص هي أكتر واحدة بتبقى أسرع، وأقلها سرعة الملازمة للجدار، الملازمة للجدار. طب ليه يا شباب؟ لأن أنا اللي في النص دي هناك قوة احتكاك بينها ما بين جزيئات السائل أو طبقات السائل السائل، لكن اللي على الأطراف يا شباب أو الملازمة للجدار بتحتوي على أو بتتعرض لاحتكاك، قوة احتكاك ما بين جزيئات السائل وما بين جدار الأنبوب، وأيضا هناك قوة احتكاك ما بينها ما بين جزيئات السائل الملاصقة لها. طيب الاحتكاك بين طبقات السائل يعبر عنه باللزوجة، باللزوجة وهي التي تعمل على مقاومة الحركة، تعمل على مقاومة الحركة، ولذلك كل سائل بيختلف من سائل لسائل السريان بتاعه نتيجة لاختلاف اللزوجة بتاعته. طبعا برضو زي ما قلت لك اللزوجة خاصية فيزيائية تختلف باختلاف درجة الحرارة. نيجي نعرف اللزوجة. اللزوجة هي المقاومة التي يمكن أن يبديها جزء من سائل لسريان جزء آخر منه، يعني هي المقاومة اللي بتحصل بين جزيئات أو طبقات السائل أثناء السريان بتاعها، أو هي المقاومة التي تلاقيها طبقة من السائل أثناء سريانها مقابل طبقة أخرى. ولذلك لو تفتكر إن احنا في الخطوة اللي قبل كده أو الشرح اللي قبل كده، احنا قلنا إيه؟ إن احنا لو جبنا سائل وضعناه داخل أنبوبة ضيقة، الطبقات الوسطى من السائل هي الأكثر سرعة. ليه؟ لأنها تتعرض بس لاحتكاك ما بينها ما بين السائل، لكن الملاصقة للجدار بتتعرض ل مقاومة من السائل، ومقاومة أيضا هناك أيضا قوة احتكاك ما بين جدران الأنبوبة. طيب معامل اللزوجة يا شباب، تعريف معامل اللزوجة هو القوة بالدايم اللازمة لتحريك طبقة من السائل مساحتها 1 سنتيمتر مربع بسرعة قدرها 1 سنتيمتر لكل ثانية على طبقة أخرى من السائل والمسافة بينهما 1 سنتيمتر. يبقى خدنا تعريف اللزوجة وده تعريف معامل اللزوجة. ايه الوحدة بتاعت معامل اللزوجة؟ البويز. البويز ده وحدة معامل اللزوجة، برمز له بالرمز، برمز للمعامل بالرمز ايتا. ايتا يا شباب خلاص. يستخدم الجهاز او الأداة المستخدمة في تعيين اللزوجة الفيسكوميتر. الفيسكوميتر، الفيسكوميتر ده اللي انا بستخدمه لقياس اللزوجة، وهو عبارة عن انتفاخين زجاجيين على شكل حرف يو، حيث نحسب زمن مرور السائل خلال الأنبوبة الشعرية. لاحظ عزيز الطالب أنه كلما زادت الكثافة زادت اللزوجة، يعني الكثافة بتتناسب تناسب طردي مع اللزوجة خلاص. هناك أيضا قوة احتكاك مع جدار الأنبوبة، وأيضا قوة احتكاك ومقاومة بين جزيئات السائل كما وضحنا في الشكل السابق. ده يا شباب الرسمة بتاعت الفيسكوميتر، أو ده الجهاز بتاع الفيسكوميتر، عبارة عن انتفاخ أهو زجاجي، أو انتفاخين زجاجيين على شكل حرف يو، في انتفاخ واسع شوية والانتفاخ التاني ضيق،
ده الانتفاخ الواسع، ده الانتفاخ الضيق. طيب هلاحظ هنا في انبوبه شعريه يا شباب موجوده. طب انا عندي السائل، بأتم وضع السائل من خلال هذه الفتحه، وليكن مقدار حجم معين من السائل المراد تعيين لزوجته، وبعدين باجي بالمصه بسحب من الطرف ده بحيث ان انا ارفع كميه السائل بمقدار اعلى من النقطه A، يعني مثلا ارفعه لغايه هنا مثلا. خلاص يا شباب، يبقى معايا ساعة إيقاف. مجرد ما السائل، طبعا أغطي الأنبوبة من فوق هنا يا شباب بالسبابة بتاعت إيدي، وبعدين لغاية لما أسيب السائل ينساب للنقطة إيه، أبدأ أفتح الستوب ووتش أو ساعة الإيقاف، واحسب الوقت اللي هيستغرقه مرور السائل من النقطة A إلى النقطة B. يعني أنا بحسب زمن الانسياب في خلال الفترة دي. طبعا زمن الانسياب بتاع السائل هيختلف من سائل الى سائل اخر. طيب وبقياس الزمن الذي يستغرقه السائل للانسياب خلال زمن معين، وبمقارنته مع سائل اخر معلوم لزوجة وزمن انسيابه، يمكن ايجاد لزوجة السائل برمز لها بالرمز ايتا. يبقى ايتا 1 دي اللي هي عبارة عن لزوجة السائل الاول المجهول بتاعي، الايتا 2 لزوجة المية، المية اللزوجة بتاعتها معلومة اهي 89% بويز، الدي 1 كثافة السائل الاول اللي هو المجهول وانت بتجيبها في التجربة السابقة اللي احنا خدناها، ما تنساش الكثافة وحدتها جرام لكل سنتيمتر مكعب، الدي 2 كثافة المية وما تنساش احنا جبناها عمليا برضو في التجربة السابقة، التي 1 زمن انسياب السائل الاول اللي هو المجهول، والتي بالثانية يا شباب بالثانية، خلاص الزمن بالثانية، والتي 2 زمن انسياب المية. وبرضو انت في التجربة العملية بتاعت اللزوجة بتعرف الزمن اللي بيستغرقه انسياب السائل المجهول اللي انت عايز تعين لزوجته والسائل الاخر اللي هو المية. ايه الادوات والمواد اللي انا هستخدمها؟ هستخدم المواد او السوائل اللي انا عايز اعين اللزوجة بتاعتها، اسيتون، مية، كحول. معايا محتاج مص 10 ملي، محتاج قارورة غسيل ماء مقطر، ساعة الايقاف، والفيسكوميتر اللي انا بستخدمه يا شباب واللي احنا لسه شايفين صورته في الشرايح اللي قبل كده، الفيسكوميتر ده اللي انا بستخدمه في قياس اللزوجة. رقم 6 يا شباب البيكنوميتر لقياس الكثافة. انت اوريدي بالفعل انت في التجربة السابقة عينت كثافة مثلا مادة زي الأسيتون مع مادة تانية، وعينت كثافة مادة تانية زي المية سوائل، خلاص. فلو انت عينتها قبل كده فانت خلاص مش محتاجها هنا تاني. ايه خطوات العمل يا شباب؟ رقم 1 هننظف الفيسكوميتر بالمية، بعدين بننظفه بالأسيتون، وبعدين بنجففه زي ما عملنا في البيكنوميتر في تجربة الكثافة. هنضع حجم معين من السائل المراد تعيين لزوجته وليكن 10 سنتيمتر مكعب في جهاز الفيسكوميتر في الانتفاخ الكبير، بعدين بواسطة ماصة هسحب السائل عن طريق الأنبوبة الشعرية للجهاز حتى يمتلئ الانتفاخ الأصغر يا شباب، ويصبح السائل مستوى السائل فوق العلامة A. هسمح للسائل أن ينساب إلى العلامة A وهثبته بوضع السبابة على الفوهة، وبعدين هجهز ساعة إيقاف. لو ما معكش ساعة إيقاف استخدم الجوال، واحسب الزمن وليكن هرمز له بالرمز T1 الذي يستغرقه السائل الأول المراد تعيين لزوجته من النقطة A إلى النقطة B. هكرر نفس الخطوة دي مع نفس السائل عدة مرات. ليه يا شباب بكرر كده؟ عشان اتلاشى على قدر الامكان نسبة الخطأ، يبقى النتائج اكثر دقة معايا، وبحسب الزمن وبسجله اللي انا استغرقه السائل من النقطة A الى النقطة B. طيب هكرر الخطوات دي برضو يا شباب مع محاليل اخرى ومع سوائل اخرى المراد تعيين قياس لزوجتها، وبسجل النتائج في جدول. ده القانون اللي بعين بيه اللزوجة النسبية لسائلين. انا عندي ايتا 1 اللي هو لزوجة السائل الاول، ايتا 2 لزوجة السائل الثاني، دي 1 كثافة السائل الاول، التي 1 الزمن الذي يستغرقه انسياب السائل الاول، الدي 2 الزمن الذي يستغرق الدي 2 اللي هو كثافة السائل الثاني، التي 2 الزمن الذي يستغرقه انسياب السائل الثاني. طيب ده اللزوجة النسبية. اما اللزوجة المطلقة، لو انا عايز اعين لزوجة مطلقة لسائل وليكن زي الاسيتون مثلا،
فانا عندي هقول ان الايتا 1 لزوجة هذا السائل اللي هو الاسيتون مثلا بيساوي الدي 1 اللي هو كثافة السائل الاول اللي هو الاسيتون في تي 1 اللي هو الزمن الذي يستغرقه انسياب الاسيتون في الايتا 2 اللي هي لزوجة السائل الثاني اللي هو المية في الغالب يا شباب، والمية معلوم عندنا زي ما احنا قلناها من شوية معلوم اللزوجة بتاعتها، طيب اللي هي 89%، والدي 2 اللي هي كثافة السائل الثاني اللي هو المية وده برضو معلوم، والتي 2 يبقى كله معلوم يا شباب معانا، اقدر اجيب اللزوجة المطلقة لهذا السائل. هنسجل النتائج في جدول، ويمكن استخدام اكثر من سائل، احنا استخدمنا مثلا في التجربة العملية المية والاستون، عايز تحسب وتقيس اللزوجة لسوائل اخرى يمكنك عزيزي الطالب بنفس هذه الطريقة.